الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على كمال تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أحكام الشرع، فإن من الكمال التعليمي أن تربط الأحكام بعللها ليكون ذلك أعون للنفوس على امتثال الحكم الشرعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أمته بالسحور ربط هذا الأمر بحكمته وعلته في قوله فإن في السحور بركة، وهذا أعون للنفوس على امتثال الحكم، فهي قاعدة تعليمية ينبغي للمعلمين أن ينتبهوا لها، وهي ألا يجردوا الأحكام عن حكمها أو عن عللها، بل من كمال التعليم أن تربط هذا بهذا ليقتنع السامع بأمرك ويكون أعون له على امتثال